بالفعل عندي مشروع بنشتغل عليه دلوقتي، هو شراكة إنتاجية لفيلم تاريخي ما بين مصر وما بين المغرب، وفي جانب جزائري داخل وفي جانب إماراتي. يعني فيلم هيبقى بإذن الله عالمي كبير اسمه الأندلس، وده بإذن الله يبقى يعني إنتاج مشترك ما بين أكثر من بلد عربي، والتصوير القسط الأكبر منه هنا في المغرب يعني. وبكل تأكيد هيبقى فيه ممثلين مغاربة وممثلين عرب من كل دولة عربية. أخذت تصريح عرض الفيلم بشكل طبيعي جدا من الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة الوحيدة طبقا للقانون يعني اللي القانون بيديها حق المنع أو المنح. وجهزت نفسي، خلاص الفيلم نازل بعد بكرة تقريبا، فاضل 48 ساعة. وفجأة مؤسسة ما من مؤسسات الدولة يعني ادت أوردر أو توجيه بمنع الفيلم أو سحب ترخيصه، وبلغت فاشتكيت طبعا، رحت المؤسسة الأكبر في مصر اللي هي مؤسسة الرئاسة وعرضت عليهم الأمر، والموضوع ما خدش يوم بالكتير يعني، والفيلم عاد للعرض مرة أخرى. المغرب من أجمل بلاد الدنيا، واللي يقول غير كده يبقى ما فهمش في الجمال. وبالتالي أنا بسعيد، أنا جيت المغرب كتير جدا وأعرفها كويس قوي يعني، وأعرف المدن على اختلاف طرازاتها المعمارية، لكن الجامع في الحكاية واللي يستوقفك في المغرب هي الناس. الناس طيبة قوي، شبه الناس الطيبين اللي في مصر قوي، وقريبين قوي من بعض، فما بحسش بغربة يعني، غير ان انا راجل قومي عربي وان دي أمة عربية واحدة. لكن كمان في شعوب بتبقى اقرب من شعوب اخرى حتى في أمتنا العربية. الشعب المغربي قريب قوي من الشعب المصري. يعني مش عايز اقولك اسماء الاكلات، لكن انا الاكل المغربي بحبه جدا. وفي الاول كان عندي يعني رغبة الكشف، الاكتشاف، ايه الاكلات ديت ومعمول بايه، ايه الكسكس ده، ايه يعني بيتعمل كده ازاي يعني. بعد كده بقت عاده، بقت اكله من ضمن الاكلات المميزه بالنسبه لي، هو يعني المطبخ المغربي من المطابخ اللي بقت مميزه بالنسبه لي وبحبها. حتى ممكن اروح بلد مش عربي واطلب اكل مغربي. يعني ما بهدر بالزاف مغربي، لكن أقدر أقول له يعني أنا بحبكم بالزاف. بتمنى لقناة الدار التوفيق وإطلالات مهمة وتواصل، وتبقى كارير لينا لنتواصل بيها مع الجماهير المغربية بشكل أفضل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.